لذلك الاتصال بالله ثماره يصعب تصورها. أنت حينما اتصلت بالله ألقى في قلبك نوراً، يعني هذا النور ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً. الحديث في البخاري أيضاً عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب، يعني من تعب، ولا وصب، أي وجع ألم، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وعزتي وجلاله. لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده، أو إقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمي. يعني إخواننا الكرام، إذا تفضل الله علينا وعالجنا في الدنيا وانتهى بنا الأمر إلى أننا إذا وصلنا إلى شفير القبر ليس علينا شيء، هذا أكبر كسب للمؤمن، أن تنتهي به الدنيا وقد غفر الله كل ذنوبه. وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده، أو إقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يكون كيوم ولدته أمه طاهرا من الذنوب.